فوز مستحق النادي الاهلي على اتحاد سكندري 1-0، يتقدم به النادي الاهلي ليحتل المركز الثالث ويقترب من العوده لمكانه الطبيعي على القمه. كابتن شريف، مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق. مبروك. بعد فوز اليوم ابتدي اقول لك الحكايه ما بقتش بعيده، يعني خلاص، يعني التفهم للاداء المباريات المتبقيه برغم الظروف اللي انت بتمر بيها دي كلها يا ايمن، ما زال عندك سيف ودرع داخل الملعب، حتى رغم الغيابات اللي موجوده، حتى رغم الهارموني بتاع الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي. يعني انا بحس دايما ان في كل مباراه بيقع مني حد، النهارده وقع مني عمر كمال عبد الواحد، المباراه اللي قبلها بدون اصابات رضا سليم ما كانش في حالته، قبل كده عندنا شرخ في ناحيه الشمال وبنلعب بحاله تعويضيه بكريم فؤاد وبيعمل مجهود كبير جدا زايد عن حده انه عايز يملى الفراغات اللي موجوده في هذا المكان اذا كان من ناحيه الهجوم او الدفاع. نص ملعبك بالشكل الدفاعي اللي انت بتلعب بيه اتنين ديفندر ووراك اتنين ديفندر بعبد المنعم وربيعه، ده شيء مطلوب طبعا لحسم التوازن. يعني انت في تحس ان النادي الاهلي مش 11 لاعب، كويس؟ تحس ان احنا بنلعب في حته نقصانه كده اللي هو البلاي ميكر على حساب ديفندر من الحاجات دي، ولكن انت الظروف اللي بتمر بيها ما تقدرش تتدخل الا في حاله بقى انك انت لازم بتلعب مع فرقه، انت لازم من اول المباراه يكون عندك الشكل الهجومي اللي احنا بنشوفه او شكل انك انت تمسك الاستحواذ بشكل الدفاع اللي بتلعب بيه وبالشكل التغييرات اللي بتدفع بيه، الاستحواذ بيبقى بتاعك. ولكن في حاله ارهاق بعد كل ثلاث ايام ماتش دي مش سهله ابدا. انا ما اقدرش احاسب لعيبه اقول له النهارده انت كنت فورمتك عامله ازاي، انا حاسبه في الاداء الفردي بتاعه ازاي، بيستلم وبيسلم وبيعدي بيشوط وبيعمل وفين مجهوده في المباراه، ولكن انا ما اقدرش اقيمه 90 دقيقه، ما اقدرش كل 48 ساعه اقول للاعب تلتمس له العذر. انا ما اقدرش اقول له انت النهارده فين. يعني النهارده انا بتفرج على لعيب اوروبي في الملعب بالنسبه لي واخد عيني كلها، رامي ربيعه الحقيقه تيمبو وايقاع عمل ماتش كويس النهارده ومستوى يعني مريح كمان عبد المنعم، صحيح، وطول ما اللي جنبه كويس هو بيبدع كمان، هو بيفكر كويس بينقل الكره كويس. ف مبروك النهارده، هارد لك عمر كمان عبد الواحد، انا كنت محتاجه طبعا، عندنا مباريات مهمه جايه. ما شاء الله، انا شايف اليو ديونج، يعني انا بالنسبه لي اليو ديونج يعني اضافه، لا ده لعيب محترف عندي في الفرقه، واحنا كلنا كنا بنتكلم في الكلام ده مع بعض، يعني ده لعيب محترف في فرقتي، لعيب لازم على طول ياخد، خدت بالك؟ لان انت هتحتاجه في جميع المباريات اللي جايه، لعيب ناقل للحركه ولعيب سريع وديفندر جامد، ومش من السهل ان انت تعدي منه، او مش من السهل ان هو المنطقه اللي بيبقى فيها يحصل زياده عدديه علينا، لا هو ايقاع وممتد لغايه ال 18 الاخر، وبيعرف يشوط وبيعرف يجيب اهداف. عندنا كام لعيب كده ان شاء الله، طاهر محمد طاهر النهارده شفناه، عايزين رضا سليم يرجع تاني، قفشه هو هنتكلم في الفنيات لسه، انا يعني انت كده هتخلص خلص انا لا 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 مش عايزين نخلص دلوقتي. قفشه خدت بالك بالنسبه لي برضو ضابط ايقاع وكده، ما فيش في حاله، نفسي بقى يبقى قفشه وامام عاشور، في حاجات بتبقى جوايا وانا بتفرج بحب اتفرج عليها، نفسي يبقوا الاثنين موجودين في الملعب. مبروك النهارده، مبروك كابتن اسامه، فوز مهم للنادي الاهلي. طبعا احنا قلنا كل ثلاث نقاط مهمين جدا، بالذات ان السبع ثمان ماتشات المتبقيين لينا المنافس السنه دي في البطوله، فلازم تقرب منه، لان لما تقرب منه هتعمل ضغط عليه وتخفف الضغط على نفسك، انك انت اكيد صحيح اللعيبه بتفكر او الجهاز موصل لها ان هتلعب مباراه كل مباراه على حده ويركز ان ياخد ثلاث نقاط، بس في النهايه برضه لما بيبص للجدول بيلاقي نفسه لسه سبعة في مظبوط، فما فيش شك ان كل مباراه هتكسبها وبتقرب بتقفز في الجدول وبتقرب
خطوه خطوه من بيراميدز هتعمل عليه ضغوط. هو لما بيحس ان الفارق كبير وفي ماتشات كتيره نفسيا بيبقى لاعب مرتاح في المباريات غير لما يحس انك انت خلاص بقيت لازق فيه او تمام. خلاص جنبه فهتعمل عليه ضغط اكتر. فما فيش شك النهارده فوز مستحق النادي الاهلي. امتى الضغوط تبقى على لعيبه النادي الاهلي؟ الايه؟ الضغوط امتى تبقى على لعيبه النادي الاهلي؟ مش من تتابع المباريات، هل من فقدان النقاط مثلا؟ طبعا قدر الله. طبعا كل ما هتفقد نقاط الضغط هيزيد عليك طبيعي. ما هو انت المكسب اولا المكسب بيجيب مكسب، والمكسب كمان زي ما قلت لك بيقربك من بيراميدز اللي هو المركز الاول. فالضغوط بتقل عليك، لكن لو خسرت وفقدت نقاط الضغط عليك هيزيد، ده طبيعي يعني. يعني فوز مستحق. الحمد لله. الجبهه النهارده اليمين هنتكلم في الفنيات بس خلينا واحده واحده. ماشي عندنا وقت كتير ما تخافش، ما تقولش كل حاجه زي كابتن شريف. ماشي مش هرجع لكابتن شريف، خلي هشام يتكلم. ايمن ايمن هم اربع دقايق بس، خلي هشام يتكلم براحته. هيتكلم والله براحته لو سمحت، ما لحقتش اقول حاجه. هنتكلم على المكسب بس، هنتكلم على الفنيات. ماشي كابتن عادل. اتفضل يا كابتن عادل. مبروك كابتن عادل، فوز غالي للنادي الاهلي النهارده على نادي الاتحاد. باقي سبع ماتشات علشان توصل تبقى العقل. بس ده ماتش مش مؤجل، ده الجوله رقم 26. بس باقي انا بحسبها على فرق النقاط. مالهاش دعوه مؤجل او مش مؤجل. لا بحسبها بفرق النقاط. لا ما هو بيراميدز هيلعب عادي. اوكي بحسبها بفرق النقاط. المهم ان الماتشات بتقرب. باقي لك سبع مباريات. اي ماتش بيراميدز هيلعب. باقي لك سبع مباريات على انك انت تطلع على القمه. زي ما قال الكابتن اسامه ودي حقيقه، لما النادي الاهلي بيكسب بتدبدب وراه، والكابتن شريف قال كده عشان بيبص لي. لما تكسب كانك بتدبدب ورا الفرقه اللي وراك. بيراميدز بالذات لما يكون ما عندهمش الخبرات بتاعه الدوري فبتلاقي فيها صعوبه عليهم شويه. بس هو في نقطه تانية يعني، وهتلاقي كمان ال عايز اقولها ايه بس عاوز انقيها حلوه يعني. هتلاقي كمان يعني كل واحد ياخد حقه يعني، لما تقرب كل واحد ياخد حقه. ايوه لان كل لما تبقى بعيد ومتداريه احيانا ما بتساويش، احيانا ما يعني يا رب تكون الناس فهمت يعني، لانه مش طبيعي جدا انك انت تساعدني كتير. تساعدني ماتش، تساعدني اتنين تلاته اربعه، وانا شايف فعلا ان في صعوبه على النادي الاهلي السنه دي. صعوبة ايه اللي مصعبها يا كابتن؟ انك انت سيبك من عدد المباريات، انت قدرك انك انت بطل وبتروح تلعب بطولات وبتكسب بطولات قاريه علشان تمثل بلدك وده الاهم. اما بطوله الدوري بالنسبه لك والنادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ممكن تقدر تقول عشان خد بطوله افريقيا، لكن اتمنى ان دائما البطولات اللي بتاهل الفرق اللي تلعب في البطولات الأفريقية تبقى فيها عايز أقول لك قدر كبير قوي من الحرص على كل واحد ياخد حقه. أنت فاهمني؟ فإحنا أتمنى الفترة القادمة يبقى فيه يعني محاسبة شوية للحكام. بالمعنى إيه؟ بالمعنى إنه يبقى فيه رقابة قوية جدا، لأن كرة القدم لا يستحق الا لما يكون فيها عداله تحكيميه قويه جدا. انا مش بروح لحته يعني، واحتراما للحكام، ودي حاجه مهمه جدا. حكامنا بخير على فكره. ومحاسبه كمان، انا ضم صوتي ليك طبعا، ومحاسبه للمخطئ، لمن اخطا في المنظومه كلها. بص يا كابتن، ما حدش يخاف من حد. احنا عناصر اللعبه، يعني ادي كل واحد حقه. عناصر اللعبه لاعبين وحكام، ودول من اهم العناصر. اللاعبين ثم التحكيم العادل يقدر يخليك تقدر تأدي كويس وتعمل دوري كويس. انت مش هتعرف تعمل تحكيم قوي لما يحترم. انت فاهمني؟ لازم الحكم يحترم جدا. احنا بنشوف اوروبيين كتير بيخطئوا، بنشوف في مباريات كبيره قوي بيلعبوا في بطولات عريقه يعني وفي كاس عالم، ولكن في فلسفه عند الناس احترامهم للقاضي اللي جوه الملعب.
اللي هو في الوقت ده الحكم، حتى لو اخطا هو، حتى لو اخطا ما هو بص بيحسسوا الحكام دايما ان هم خطاهم غير مقصود. احنا في مصر هنا كتير قوي بنحسس حكامنا انك انت قاصد حته انك انت تغلط، تغلط بتوصل فيها تعمد يعني. ودي غلط يعني، ودي غلط. حتى لو في تعمد مره هيبقى مره واثنين وثلاثه مش هينفع. أي. انت بيبقى في مره يا كابتن ايمن، ولازم حته التحكيم تبقى فيها قدسيه شويه. لازم اللعيب اللي يخطا في حكم او اي موقف فيه خطا لحكم لازم يبقى فيه ردع كبير. ولا اقول لك حاجه، ولو من لعيب النادي الاهلي انا بقولها لك اهو، لو حتى من لعيب النادي الاهلي لازم يبقى فيه ردع كبير جدا علشان تعدل المنظومه التحكيميه. صحيح. كابتن بلال مبروك، فوز متوقع ومطلوب وكان مهم جدا النهارده من النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما قلنا في البدايه مبارياته كلها مباريات كؤوس. حقيقي. ثلاث نقاط مهمين جدا للكابتن ايمن في صراع الحصول على بطوله الدوري العام. انت بتلعب الماتشات بتاعتك المؤجله كلها او الماتشات المتتاليه اللي ورا بعضها علشان ما تفقدش نقطه. لان خد بالك انت من كوارث الدوري العام ان يبقى لك 7-8 ماتشات بينك وبين اللي ترتيبه الاول او بينك وبين بيراميدز، دي من كوارث الدوري العام. ليه؟ بتحط ضغط عليك رهيب جدا جدا في كل مباراه انت بتلعبها، ضغط ذهني جامد جدا، ضغط بدني جامد جدا، عايز تكسب المباريات وعايز تريح وعايز تلعب كويس وعايز تأدي وعايز ما تصابش بالاجهاد وعايز ما تصابش بالاصابات. عندك حاجات كتيره جدا بتضغط عليك في فترات المؤجلات، موضوع في غايه الصعوبه. خد بالك في غايه الصعوبه. النهارده فقدت لعيب، وارد المباراه اللي جايه تفقد لعيب تاني. انت المباراه النهارده يوم الثلاث، تمام؟ المباراه اللي جايه يوم الجمعه، هتريح اربع وخمس. خليني اقول لك حاجه يا كابتن بلال بعد اذنك، معلش اتفضل. علشان في واحد يعني بعت لي فبيقول انت كل مره عمال تقول انت والكباتن ماتش صعب، ضغط جامد على اللعيبه، اللعيبه شوفوا الاجهاد، شوفوا الماتشات اللي ورا بعض. قال لي زي ما تكون انت بتتكلم مثلا على عمر ترحيل يعني. فانا حاولت بس انقله وجهه نظري وجهه نظركم ان الفتره دي ازاي صعب. هو مش مقتنع، حلو، هو مش مقتنع، بس احنا عايزين نفهمه ازاي الفتره دي فعلا صعبه على النادي الاهلي. خد بالك هي صعبه على كل فريق، ده نهايه موسم. خد بالك صعبه على كل فريق في موقف النادي الاهلي. اولا صعبه من الناحيه النفسيه، تمام؟ ازاي من ناحيه نفسيه يعني؟ انا النهارده لازم نفنطها. انا النهارده معلش، انا بيني وبين اللي لاعب مبارياته متتاليه ورا بعضها في جدول ترتيب منتظم غير الجدول بتاعي، انا بيني وبينه 7-8 مباريات، صح؟ مظبوط. هو راجل بيكسب ماشي عادي، يخسر يكسب ماشي عادي. فاصبح الفارق انت بتتكلم في حوالي 20 نقطه مثلا، يعني مثلا 20 نقطه. طيب ما انا بلعب تحت ضغوط غير عاديه، تمام؟ في المؤجلات، المؤجلات بتاعتي. ليه؟ لان انا كل ماتش خايف على النقطه، كل ماتش المدير الفني خايف اللعيبه تتصاب، كل ماتش اللعيبه في الملعب عايزه تبذل اقصى مجهود، وفي نفس الوقت عندها عارف انه عنده ماتش بعد 3 ايام، فعارف هو ايه مش قادر، تمام؟ كل مباراه ممكن لعيب يتصاب عندك، تمام؟ كل ماتش بالنسبه لك انت بتعتبره مباراه كاس. هل انت في المباريات اللي زي دي مطالب منك انك يبقى عندك اداء فني 100%؟ لا، استحاله طبعا. انا لو مدير فني مش هقول للعيبه قدوا 100% في المباراه، انا هنظم الاداء داخل الملعب اثناء المباراه، فيبان في الملعب ان المباراه مش حلوه فنيا، تمام؟ انا كمدير فني ممكن ما استمتعش بالماتش بتاعي، لو احنا منوهين على الكلام ده، لكن بدور بس خد بالك لكن بس بدور على المكسب. يعني الاهلي عمل ايه النهارده يا كابتن؟ الاهلي فضل ضغط لحد ما سجل الهدف، صح؟ بعد ما سجل الهدف محافظ على الهدف، كول داون ذا جيم، صح كده؟ مظبوط. عملت فريزنج للجيم، وخد بالك ولو جبت الجول قبليها ب 10 دقائق كمان هتعمل نفس اللي عملته بعد ما سجلت الهدف في الدقيقه حوالي 80 او حاجه و70. ودي طبيعه المباريات المخنوقه اللي زي دي، دي طبيعه المباريات المتتاليه اللي زي دي، لان انا كمدير فني ما اقدرش اضحي بتيم كامل واقدر اضحي بدوري عام علشان في سبيل مباراه واحده العبها بشكل فني واداء فني رائع. لا، انا هنظم كل مباراه بلعب فيها. يعني انا النهارده لو انا النهارده بقول لو انا مدير فني، لو انا كولر اقول لعيبتي ايه؟ لازم في بدايه المباراه تضغط جامد جدا، تمام؟ نسجل هدف، نبتدي ننظم الاداء بتاعنا، كل خمس ست دقائق مثلا تعمل هجمه، تستحوذ بشكل كويس، حتى الاستحواذ
مفترض ان يكون في وقت من الاوقات استحواذ سلبي زي ما حصل مع في النادي مع النادي الاهلي كده في الشوط. انا مش عايز ان يتحول الامر ان انت تدافع، لا انا بتكلم على طريقه اللعبه يا كابتن شريف. يعني انا ممكن اجي في وقت من الاوقات يبقى عندي باس 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 بعمل 20 30 40 باس، مش بالضروره ان انا اروح واجري واروح واجيب واحاول اجيب الثاني. تحاول تجيب الثاني دي في الاجواء الطبيعيه بتاعه الدوري العادي. بلال فاكر اول شوط قلنا احنا محتاجين ايه؟ نسجل، محتاجين نسجل هدف ازاي؟ تمام، ان احنا نخش جوه ال 18 ونتوقف ونعمل عرضيات. يبقى عندك زياده عرضيه، جبنا الجول من عرضيه صح، من اللي هي ايه؟ عرضيه فرديه صح من حسين الشحات صح، ومراوغه عرضيه زياده عدديه في ده مش زياده، تحرك جاي يا كابتن. تحرك جاي ده كمان انت 2 على 18 هدف، ده كهرباء 2 على 1 هدف بالظبط. تمام، انت كروس جيد، التايمنج بتاعه رائع جدا، ده اللي انت بتتكلم عليه لو محتاجينه من اول 10 بالظبط. ما هو خد بالك، بص انت خد بالك انت برضو يا كابتن شريف، انت الفرق بتبقى الشوط الاول عندها باور زياده، منظمه على رجليهم. منظمه اكتر، الحماس موجود، فخد بالك الاختراقات بتبقى الشوط الاول صعبه جدا. عشان كده كانوا يطلقوا زمان يقول لك الشوط الاول شوط اللعيبه، شوط المدربين، هم كانوا بيطلقوا كده زمان. خد بالك يعني دي كانت ساعات يعني فلسفه من الفلسفات، هي خطيئة يعني. يعني هو كل المباراه كلها لعيب ومدير فني، لكن انا ليه بقول لك قالوا كده يا كابتن ايمن؟ لان انت ساعات بيغلبك انت كلاعب الحماس على التكتيك الشوط الاول، عايز تجري وعايز تخبط وعايز تلعب وممكن تنسى حاجات، فتيجي الشوط الثاني بقى بتبقى اهدى شويه، دخلت في الجيم تبقى محتاج تسمع تعليمات المدير الفني وهو يحركك. انا اسف يعني زي الشطرنج كده ما بيتحرك، فبيبقى الشوط الثاني في الغالب معظمه تعليمات. مسجل هدف بتشتغل بستايل معين، جاي فيك هدف بتشتغل بستايل ثاني، هو ده هو بس ده التفسير يعني بتاع المدربين واللعيبه. فانت النهارده كولر هو عايز يخلص على المباراه من الشوط الاول، عايز ينهي الشوط الاول، لكن لعيبه الاتحاد بتقاتل وبتحارب ونفسيتها كويسه وعايزه ومش عايزه تدخلك في الجيم بدري، وعايزه تحافظ على شباكها نظيفه في الاول، وعندهم حماس وعندهم رغبه وبيضغطوا جامد. ده كل ده الشوط الاول. الشوط الثاني الفروقات الفرديه من بدايه الشوط الثاني طبعا للعيبه النادي الاهلي كانت اوضح. سجلت هدف كان في اتلغى عشان الفاول، وقدرت تسجل هدف، كان ممكن تسجل هدف ثالث، يعني كان ممكن تخش الجيم بدري شويه. لكن هي دي استراتيجيات المدير الفني كابتن ايمن، لما بتبقى كسبان وعندك مباراه متتاليه بتبقى انت غصب، بتبقى انت بتقعد تفكر. خد بالك انا بفكر النهارده لبكره وبعده وبعده، مش بفكر النهارده بس، يعني النهارده في لعيب عندي اتصاب هضطر المباراه اللي جاي هلاعب لعيب ثاني، لعيب اللي من نص هلاعب مثلا لعيب ثاني، وحط لعيب بنلعب ناحيه، يعني ممكن المباراه اللي جايه يعمل تباديل مختلفه خالص، ممكن عمر كمان يجي الناحيه الثانيه ويرجع اكرم يلعب باك رايت. هتبوظ تفكير المدير الفني. بس الفلسفه دي يا كابتن شريف ما تبقاش موجوده لو الامور مشيت عادي. طبعا بص هقول لك على حاجه، المباراه اللي قبل يعني لو ما كانش في ضغط ماتشات طبعا للنادي الاهلي الفتره دي ما فيش ضغط ماتشات، ومش هتلاقي فيه اصابات، ومش هتلاقي لا فكر مستر كولر، هو كابتن بلال قال لك ان الفتره دي علشان تتماشى معاها في فلسفه وفكر خاص لمستر كولر او المدير الفني علشان يعدي الفتره دي. بص لما بتلعب وبتكسب ها كل الامور قدامك بتبقى مفتوحه، وعارف ايه اللي حصل في كل مباراه، ايه الايجابي وايه السلبي، مش كده؟ وعلى اساسه انت بتحط الفرقه اللي هتلعب بيها يوم الجمعه. فحصل لك النهارده شورتش في الباك رايت زي ما قال لك بلال، هروح جايب اكرم حطه يمين، وهجيب زياده في نص الملعب مكان اكرم اذا كان ديانج النهارده، او شاف اذا كان عايز يلعب بقفشه بقى هتلعب مين انت الداخليه؟ في فرصه انك انت تلعب ببلين كارد زياده جنب امام عاشور. بمناسبه اكرم، اكرم خد النهارده رجل المباراه، لو معانا الصوره يا ريت نجيبها على الشاشه. مبروك عليه. وكل ما واكرم في بؤره الضوء دايما ولعيب رجل مباراه اليوم ولعيب دولي ومجهوده وافر جدا كويس، وجاب جول النهارده حظه وحش فيه ان كان في عمر كمال داخل بتهور. ف انت الظروف اللي بتمر بيها هو الحاجه اللي مش الجامده فيها قوي، ان انت مش مسموح لك بالتعادل للنظام بتاع الدوري اللي حصل. فرقه بتلعب انت مش شايفها قاعده تلعب وتكسب، بقى بتكسب ازاي، بتلعب ازاي، الدنيا ماشيه ازاي، انت في معترك تاني خالص، انت في افريقيا وبتلعب ماتشات وبطولات وبتاخد كاس افريقيا وبتلعب كاس عالم في حته كاس عالم انديه، هتفضل تلاقي نفسك بتتاجل لك الاشياء والناس التانية شغاله في شغلها الطبيعي بتاعها. ما ينفعش
يعني في قصه قال لك انا هلعب مش هلعب الاهلي لما يخلص ماتشاته. كل واحد بقى هيبتدي يطلع لنا بحكايه. فهمتني ازاي؟ ده من ضمن الحاجات اللي بتحصل. هو لقطه تكريم اكرم كرجل مباراه مبروك يا اكرم وهارد لك على الجول اللي اتلغى لك ده النهارده. روحك حلوه واحنا ودي روح النادي الاهلي والتيشيرت الاحمر يعني. صحيح. فانت في كل مباراه وانت يا ايمن عارف كده كويس قوي لو ما بنخلصش الماتش بدري وبيبقى لك التفوق في ال 45 دقيقه بتخش في صعب عليك الامور شويه بتخش خلاص في الرايح جاي. انت يخش فيك جول الكره اللي وقعت من حارس المرمى شناوي اتقلبت لقيناها في الجول. مش دي مشكله؟ فبقى عندك مشكلتك ايه؟ انك تجيب جول وتحافظ عليه وتغير كمان تيجي في وسط وانت عايز تحافظ عليه وتعمل ازاي يقع لك تخسر لعيب. واحد يقع لك لعيب بالزبط. يقول له فخسرت لعيب اساسي هات لي طاهر من الثلاجه يعني فهمت ازاي وتعمل تغييرات جوه الملعب هات لي مش عارف ونادي المودست مكان كهربا. هو انا معترض عليه في حاجات كتير قوي وهو في دماغه حاجات كتير جدا يعني. هو واقف على الخط عنده 700,000 حاجه فهمتني مع نفسه لدلوقتي وبعد 5 دقائق وقبل ما كلنا كل واحد فينا عايز الحياه زي ما هو فاهمها وزي ما هو لعبها وزي ما هو كان عنده خبره فيها. انما في الحقيقه دول مش بلاستيك. الراجل بتاع الترحيل بتاعك ده يا عم دول مش بلاستيك. دول بيلعبوا كل 48 ساعه ماتش يعني البلاستيك نفسه هيتعوج. فالحكايه مش ان احنا بنطبطب على الناس او بنقول لهم لا هم فعلا في ازمه زي ما قال لك برضو بلال وكل اللي عادل وسامه ازمه نفسيه بحته بتضغط نفسيه فظيعه عليا ان انا صحيح. عندي ماتش مش مهم مين انا صحيح. مش انا هلاعب بيراميدز والزمالك مش مهم مين الاسماء الداخليه كلهم بالنسبه لي سوا سيء. ليه صحيح. انا لازم اكسب كل الماتشات دي مزبوط. شفت انت بقيت فين؟ فالناس لازم ترحم تراعي. ترحم دماغها وترحم الناس وترحم واحنا كمان احنا فاهمين كويس ولكن زينا زيهم عايزين احسن حاجه واجمل حاجه للنادي الاهلي وللمنظومه كلها. صحيح. طيب يمكن الكباتن اتكلموا بصفه عامه وهنتكلم يعني بتعمق شويه. احنا بنتكلم كتير جدا على موضوع ان النادي الاهلي مضغوط والكلام ده بيحصل كل موسم. يعني احنا بقالنا دلوقتي 4 مواسم تقريبا بنضغط جامد جدا في فتره من الفترات المفروض تكون انت بتفنش او بتنهي الموسم. الكلام اللي بيتقال ان النادي الاهلي بيتاجل له ماتشات عشان النادي الاهلي بيتجامل. احنا بالارقام لا النادي الاهلي لعب اكتر عدد من المباريات عن اكتر فرقه لعبه في الدوري او لعبه في مصر 10-11 ماتش على الاقل. فانت بتتكلم على نهايه موسم انت مطالب ان انت لسه بتلعب مباريات من الدور الاول متاجله لك ومباريات كمان في وسطها من الدور الثاني. مطالب بايه بقى؟ انك انت عشان تاخد البطوله لازم تكسب كل الماتشات دي. والجزء المضغوط ان انت بتلعب يعني الماتش اللي جاي مع الداخليه يوم الجمعه بعد اقل من 72 ساعه يعني يومين والثالث انت بتلعب. الفرق بقى اللي هو ما حدش بياخد باله من الحتت ديت الفرق اللي بتلعبك هل بتلعب زيك كل يومين ثلاثة؟ لا ده بتجيلك مريحة بقى لها أسبوع ما بتلعبش ما عندهاش الضغوط اللي عليك لأن أنت بتلعب على بطولة. النادي الأهلي مطالب ببطولة. النادي الأهلي لما بيخش مسابقة لا لازم يكسب. التاني مش فكر النادي الأهلي التاني تعتبر خسارة ممكن تطلع تاني ممكن بس في الحالة دي يبقى أنت فكرك كلعيب كجهاز كمنظومة ان انت خسرت كل دي ضغوط. الناس اللي بتقول لك ايه المشكله يعني ايه يعني لما تلعب كل يومين تلات انت بتلعب نهايه موسم جاي من بطولات كتير موسم شاق جدا 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 للنادي الاهلي لعب فيه 7 بطولات لعب عدد كبير جدا من المباريات. كل ده احمال على لعيبه النادي الاهلي احمال على الجهاز احمال على المنظومه. فالفتره دي مضغوط كمان ماتشات ومطالب منك انك انت تكسب عشان تحافظ على
لقبك الغالي. من هنا جاية الصعوبة. فعشان كده بنقول أحيانا بنتغاضى عن حلاوة الأداء في الفترة دي علشان إيه؟ الثلاث نقاط بس، بسبب الظروف الصعبة اللي بيمر بيها النادي الأهلي. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل. انتظروا. الشوط الأول والشوط الثاني قل أداء بعض اللاعبين في الملعب نتيجة مجهود الكبير اللي عملوه الشوط الأول، ولكن المستر كولر ما غيرش بعض اللاعبين. هل لأن هو عايزهم يكملوا، ولا لأن هو مقتنع بقدراتهم إن هم ممكن يكونوا مؤثرين في أي وقت من أوقات المباراة مع النادي الأهلي؟ لا، أصل كل مدرب ليه فلسفة في تغييرات. هو عامة مستر كولر أنا بتكلم في مجمل الماتشات ما بيغيرش بسرعة كويس. ما بيغيرش، مش المدربين اللي بيغيرش بسرعة ماشي. وعشان كده احنا الماتش اللي فات رغم ان احنا كنا كسبانين هو غير تغييرتين الشوط، بداية الشوط على طول كانت غريبة بالنسبة لنا يعني. فالنهاردة هو ثبت على، رغم ان احنا متعدين الشوط الاولاني ثبت على التشكيل ثم عمل اربع تغييرات، برضه يعني خلاص كان ناقص تغيير واحد يعني. فهو عمل الاربع تغييرات، كان ناقص هي تغييره واحده. فصحيح هو نزل قفشه وديانج في الدقيقه 72 فرقوا طبعا في لما نزلوا الاثنين مسكوا الكوره. ومن الحاجات طبعا اللي هي عليها علامات استفهام او من وجهه نظري الشخصيه ان ديانج ملوش دور كبير في فرقه النادي الاهلي رغم امكانياته العاليه جدا. و يمكن هو غاب شويه فتره بسبب الاصابه، بس حتى من قبل الاصابه يعني دوره المفروض يبقى اكبر من كده، عنده كل المقومات. بس عوده ديانج اضافه لخط وسط نادي الاهلي طبعا مفيش شك، بيعمل لك كميات جري كبيره جدا انطلاقاته صحيح هو النواحي الهجوميه عنده ما فيهاش تركيز قوي ولكنه بيقطع مسافات طبعا وجوده مهم جدا يعني، لازم يبقى دوره اكبر من كده وجهه نظري يعني. فهو لو هو نزل وهو قفشه في نص الملعب تحس فيه سيطره على نص الملعب اكتر. الجانب اليمين النهارده ما كانش شغال كويس الشوط الاولاني، بس اشتغل الشوط الثاني شويه. ما انا لسه بقول احمد عبد القادر الشوط الاولاني في ناحيه الشمال كان هو اللي تقريبا هو اللي محرك لفرقه النادي الاهلي. الشوط الثاني الموضوع اتعكس، بقت ناحيه عمر كمال والشحات واكرم توفيق هي اللي شغاله اكتر. حتى جه منها جون اللي هو ما اتحسبش بتاع اكرم للفاول اللي عمله وعمر كمال، جه منها الكره العرضيه اللي حسين الشحات عملها، وفي اكتر من كوره حتى عمر كمال اتحرك الشوط الثاني. فهي المباراه النهارده الشوط الاولاني ناحيه الشمال، الشوط الثاني الشوط الثاني اتنقلت ناحيه اليمين اكتر. يعني في بعض اللعيبه زي ما انت قلت ادائهم اختلف من الشوط الاولاني للثاني، زي احمد عبد القادر قل الاداء فعلا، قل الاداء يعني. احمد عبد القادر عمل جهد كبير قوي الشوط الاولاني، الشوط الثاني هدي. مروان عطيه النهارده مش في افضل حالاته. اكرم بيبذل مجهود كبير بس هو ما كانش واضح الشوط الاولاني، الشوط الثاني بقى افضل يعني. في ناس كانت التباين على فترات طبعا، كهربا وفق في انه جاب هدف تبعه حلو قوي من عرضيه حسين الشحات، قدر يجيب جون كسبك بيه الثلاث نقط يعني. فهي في ناس اختلف ادائها على مدار الشوطين. ده الجول اللي اتلغى الجول اتلغى. اكرم كمل كويس ورقص وشاط كويس قوي، ولكن لما رجعت الفار في فاول عمر كمال داس على رجل لاعب مدافع بتاع نادي الاتحاد، نادي الاتحاد السكندري. فالنادي الاهلي في مجمل المباراه طلع بيها. صحيح الفرص مش كتير قوي النهارده، فرصتين ثلاثه يمكن طوال المباراه اللي هي المحققه يعني. الشوط الثاني الفرص اقل، ولكن تحس ان ابتدت مساحات اكتر تتفتح في خط دار الاتحاد وفي نص ملعبه. النادي الاهلي قدر يضغط لغايه لما جاب الجون. فرقه الاتحاد ادائها احسن من المباراه اللي فاتت اللي هي مع النادي الاهلي. والنهارده بصراحه كريم الديب بالذات الشوط الثاني
عمل هجمات خطيره من ناحيه الشمال وكان متحرك اللي هو الظهير الايسر. ممكن نسيب حاجه للكابتن عادل؟ لا بس كده ده عادل قدامه بقى ساعه يتكلم هو براحته. طيب كابتن عادل، نادي الاتحاد لقينا ليه وجود الشوط الثاني بعض الشيء وتجرأ وابتدى يدخل في الاجواء. انا افتكرت كلامك اللي هو قبل الماتش اللي انت قلته لي ان نادي الاتحاد عنده عناصر جيده ولكن طريقه اللعب واسلوبه هي اللي بتاثر على اداء نادي الاتحاد. وقلت لك كمان يا كابتن ان اللعيبه هي اللي بتضطر ان هي تهاجم لان هم يعني احساسهم بال بكابتن طارق ان هو مدافع بيدافع قوي. يا كابتن احساسه ان هو بيدافع قوي. انا اوريك يا ريت كانت تشاف الهجمه بتاعت الاتحاد بتاع الشوط الاولاني يا كابتن. في لعبه في الشوط الاولاني ايوه لاعب اسمه احمد اللي هو الفيرود بتاعه احمد عيد. احمد عيد جاله اوت عند ال 18 كده، كان عايز اللاعب يلعبها له بسرعه عشان يروح هجمه على الجون. اللي حصل وقفوا اللعب حد ما يجي واحد عشان يعمل واحده طويله جوه ال 18. يعني لو كنت شفتها لو كانت اتلعبت له بسرعه كان ممكن يروح انفراد. حتى هو زعل جدا وكلم حتى اللي بره يعني. حته التكمله بتاعت اللاعبين بتوع الاتحاد انا من وجهه نظري عندهم عناصر جيده جدا. خلينا نتكلم سريعا. الاعداد قال لي ان عمر كمال عبد الواحد اشتكى من الام في العضله الاماميه وطبيب الفريق قال انه هيجري بكره فحص ان شاء الله هيتعمل له اشعه علشان أكيد. علشان يعرف حجم الاصابه بالظبط ان شاء الله. يعني هي تبقى ان شاء الله شد خفيف ويرجع بسرعه. لكن خليني بس يا كابتن اقول لك حاجه. انا احيانا لما باجي اقيم فرقه كوره يعني تقييمنا للاتحاد مثلا الاتحاد عناصره لحظه بس انت هتتكلم عن تقييمك للاعيبه نادي الاتحاد. انت كلمتني على انهم ليه هاجموا الشوط الثاني. ايوه عشان كده بقول لك تقييمي ليهم ان هم عندهم اصلا الحته بتاعت الهجوم الجيد. صح. لما لقيتهم راحوا بص راحوا بحاجات مش جمله بس اكيد تعليمات مدير فني كابتن. راحوا مش جمله راحوا قدرات فرديه. الباك ليفت كان اسمه كريم الديب. كريم الديب عمل شوط كويس قوي الشوط الثاني. هو انطلاقاته كلها عنتريه. يعني ما فيش الدبل باس والحاجات دي وبعدين بيروح يلعب. انا مش معناه ان انا بقول لك اللي شايفه. انا اللي شايفه من اللعب بتاع فرقه الاتحاد انا بقيم الامر على امكانيات اللاعبين. عندهم لاعبين جيدين للغايه، عندهم سرعات، عندهم قوه، عندهم خامات جيده. لكن هما احيانا لما بتلعب بطريقه لعب واحده بتخلي سقف اللاعب ما بيجيبش اخره. بس هو ممكن تقدر تقول ان الكابتن طارق العشري بيلعب الماتشات دي او بالاسلوب ده مع الفرق الكبير، مع اهلي، مع زمالك، مع بيراميدز، بس ما بيلعبش كل ماتشاته بالاسلوب ده. كابتن انت لما تيجي بتلعب كام ماتش اقوى من فرقه الاتحاد في الدوري؟ تلعب 2 اهلي، 2 زمالك، 2 بيراميدز، 2 مصري، 2 مش عارف لا اكتر من نص اكتر من يعني انت بتتكلم على حسب يا كابتن هو شايف نفسه فيه. بالظبط الفكره مش فكره ده اللي قصدي مش احنا يعني. اللي هنقول هو المفترض هو شايف نفسه في انهي حته مع الفرقه دي. يعني ممكن يكون شايف ان هو ايكوال مع المصري، ممكن يكون شايف ان هو ايكوال مع فيوتشر، مش هيلعب بنفس الاسلوب. تمام. ممكن يكون شايف كده بيلعب كده. لا انا بقول لك هو ممكن يكون شايف على حسب تقييم الفرق ليه هو يعني. فاهم قصدي؟ احنا اتكلمنا قبل الاستوديو كلنا كابتن اسامه وانا كابتن شريف وانت وكابتن ايمن على ان ده اسلوب طارق العشري. صح. انا ما بجيبش الحاجه من عندي، انا بقول لك اسلوبه مع جميع الفرق كده. في فرق بينجح بيها كده وفي فرق يعني قصدك مع جميع الفرق اللي دربها؟ كل الفرق اللي دربها وفي كل المباريات. انا عايزك تتفرج على اي مباراه اليوم. اصل انت مش هتعرف اللاعب المصري. انت يمكن اتكلم بلال اتكلم وقال لك ليه ما نلعبش 3-4-3. انا متخيل انا اتكلمت دي قبل ماتش الترجي لو فاكرين ان احنا نلعبها كده. المدربين او اكتر وعيا منك على اللاعب وحته
ديناميكيه اللاعب او بالمعنى الاصح الحته بتاعت الايه فكره وسقف فكره اللعيب ممكن ما يخرجش من طريقه لطريقه بسرعه تبقى فيها صعوبه شويه. في لاعبين انت بتديهم 7 مهام بيعملوا لك 3، في لعيب بتديله 7 مهام يعمل لك 4، وفي لعيب يعمل 5، فانت بتتكلم على امكانيات الفرقه. ده 7 مهام ده يبقى عنتر يا كابتن عادل؟ لا ما هو هي في الكره 7 مهام دفاعيه وهجوميه ومستخطيه وحاجات كده، لو انا فسرتها لك هتلاقيهم 7، ورقم 7 بالاخص يعني. في 7 حاجات للاعب الكره المفترض انه يجدهم جدا في وسط الملعب، اجاده كامله في وسط الملعب وفي اللعب وابقى عندهم لك بس في وقت على خط معين. لا انا بكلمك على كل حاجه في الملعب. لان مفيش حاجه في كره القدم في الوقت الحالي انك لعيب يلعب مكان واحد، لعيب لازم يلعب من 3 لـ4 أماكن. ليه؟ لانك انت مثلا كريم فؤاد بيلعب باك ليفت النهارده، لما بيروح عند الوينج ليفت بيبقى ايه؟ بيبقى واحد عاوز يفنش الكروس، يبقى في الوقت ده بيبقى زي عبد القادر لما بيقف في المكان ده، لما بيخش جوه بيغطي في السرد باك بيبقى زي منعم وزيه زي رامي بيعمل الوظائف دي. فانت ليه انك انت ما تلعبش اكتر من 3-4 أماكن؟ ما فيش. لا بس مش هيأديها بنفس الكفاءه لان ده مش مركزه الاصلي. كابتن اقول لك حاجه، كره القدم دلوقتي بنلعب 20 متر في 20 متر انا وانت، ما فيش حاجه اسمها انك انت بتروح من الجون وتروح للجون الثاني. كل نفوذ كل فرقه بتلعب بال 20 متر 30، ما عدا اماكن مثلا الباك ليفت والباك رايت، علي معلول مثلا لما بيروح ان تايم بيجري وبعدين تتعمل له كره وبيروح ناحيه الشمال، الحاجات دي كلها. ولكن في الاخر انا بكلمك على انك لازم تعرف سقف لعيبك. ماشي. اللي هو ايه؟ اللي هو انا ممكن اديك مهام اقل من امكانياتك. طب ممكن يا كابتن عادل يبقى المدير الفني جبان بيخاف ما بيحبش المجازفه، فاهم قصدي؟ لكن لا لو نقطة. انا النهارده انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، تقييمك 3-4-3 و4-4-2 و4-3-3. انا ممكن ابقى مدير فني انا بخاف، لا مش عايز اخد المجازفه في الحته دي. في مدربين كده يقول لك طب تلعب باتنين ميدفيلدر ولا واحد؟ في مدرب يقول لك ايه، لا العب بواحد واحط 2 قدام. ايه رايك في كولر لما لعب؟ اديك بس مثال، مش بتكلم على كولر، بتكلم انا بتكلم بشكل انا بقول لك بشكل عام يعني. ايه رايك لما كولر لعبنا في كاس العالم للانديه المباراه اللي كانت قبل ريال مدريد لو فاكرينها؟ كانت مين ده الاولاني؟ ده الاولاني اول واحده اول ما جه مستر كولر. المباراه دي كانت مين؟ مونتاري حاجه كده ايا كان السعوديه بس لا كانت اقل. أي. لعبنا بثلاثه ديفندر، جه ماتش ريال مدريد لعبنا باثنين ديفندر. ايوه واحنا استغربنا انت لا ده صار كاس العالم للانديه. انت عارف ده كان، انا اقدر اقول لك لو لعبنا تاني في الوقت ده مع كولر مش هيعمل كده. ليه؟ لانه فات عليه وقت كتير، عارف امكانيات لعيبه. ايوه دي كانت في بدايه كولر. فعارف امكانيات. في مدرب ممكن يقعد معاك سنه وسنتين ما يعرفش امكانياتك وما يعرفش يديك التقييم الكامل بتاعك. وبعدين ادي مساحه للاعب يبدع. لو انت يعني لو طول الوقت اللاعب، انا ما بحبش المدير الفني اللي بيقف من بره يقعد يزعل المباراه، باصل ده ويعمل لده. ما الكره مش كده، الكره انك انت بتسيب اللعيب يطلع سقفه. يعني عبد القادر، مين قال ان عبد القادر مثلا في مباراه كاس العالم للانديه مع الهلال كان معدي من 4 لعيبه؟ انت بتقول له عدي من 4 لعيبه ده سقفه، وممكن في الوقت يلعب لك باص وبعدين يرجع يرقص تاني ويرجع، الحاجات دي اللي انت بتزودها. عشان كده انت لو انا بقول لك امكانيات، ارجع لسؤالك، امكانيات طارق العشري في عدد اللاعبين اللي عنده الاكفاء اللي يعملوا الناحيه الهجوميه مش مستغله صح، يقدروا يعملوا هجوم جيد. ماشي كابتن بلال، شفنا الشوط الثاني زي ما قال الكابتن اسامه شغل هجومي من ناحيه اليمين، ناحيه اليمين كانت معطله تقريبا الشوط الاول، وانت قلت ان مقفول عليها صح من نادي الاتحاد. ابتدى كريم الديب يحاول يدخل في الاجواء ويهاجم، فاتفتحت السكه دي شويه، فشفنا تقدم للظهير الايمن عمر كمال عبد الواحد، وبالتعاون مع حسين الشحات، ومن احداها قدر حسين الشحات يتخطى كريم الديب ويعمل عرضيه هايله للكهرباء اللي سجل هدف الفوز.
بس خد بالك دي تيجي كم يعني جت كم مره النهارده يا كابتن؟ تقريبا مره واحده او مرتين. انك تروح انك يجي لك الفرصه انك تروح واحده، واعتقد ان هي كانت ضربه حره تلعب بسرعه يعني الهدف اللي جه الكره كانت في نص ملعب، نص ملعب استلمها غلط بالظبط واتلعبت خدها منه لعبها يعني بصورة. اشبه بالهجمه المرتده السريعه يعني اشبه بكده. يا ريت لو الهدف موجود يا ريت نقدر نجيبه، بس يا ريت يعني لو نقدر نجيب الهدف دلوقتي. انا شايف ان جولنا واحنا بنتكلم عليه النهارده كان جيد النهارده في بيحاول كتير عبد القادر. عبد القادر كان نشيط جدا الشوط الاول بس بان عليه ان هو يعني مجهوده البدني قل الشوط الثاني بعد الشيء، لان انت كنت خد بالك ده ده الجول. ها طيب البدايه معانا يا كابتن بلال اهو. اوكي اتفضل يا كابتن بلال. هتروح ل 39 هيجي استلمها. هو يعني بلال ده طبيعي يعني، واكرم توفيق في نص ملعب تمام. بص بقى هتروح بص 39 عشان كده بقول لك اشبه خد بالك استلم بص اشبه بالهجمه المرتده. بص بقى يا كابتن هو بس اثبت هنا. لا 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 ممكن نثبت بس في الكوره دي. لا قبلها لما قطعناها هي كانت هجمه، هي كانت هجمه للنادي الاهلي وتقطعها نادي الاتحاد. كويس نبدا من هنا كابتن بلال. بس خلاص وخلاص انت ضغط اخدت الكره اشبه بالهجمه المرتده، استعدت الكره مره اخرى. خد بالك هي دي خطوره الفرق الكبيره قدام الفرق الصغيره. انا اسف للصغير مش يعني لا اقصد الاتحاد فرق صغيره يعني. بس قدام الفرق الاقل منها كويس الخطوره بتاعتك مكمن الخطوره ليه في حاله التغير بقى التحول بقى انت بتدور على واحده زي دي من الشوط الاول. صح يروح بقى حسين الشحات واحد ضد واحد. لا ده مش كريم الديب اللي تعدى من ده، كريم كان هيكمل. على بالك كابتن ايمن بتدور على واحده واحد جاي. انت دايما في الماتشات المقفوله بتدور على فرص للاعيبه اللي عندها مهاره او مهاره ايه بقى مهاره يا اما يعدي يا اما يرقص يا اما يشوط. ايوه بتدور على مهارتين دول في المباريات المقفوله بتدور على فرصه للشوط او فرصه انك تعدي. ممكن تجيبها لنا تاني معلش بس من هنا برضه الرقم 39 الفيرود اللي هو نزل راحت له الكره استلم وحش قوي اكرم ضغط عليه خدها بالظبط. اتفضل يا كابتن بلال معايا يا كابتن. يعني انت بتبني هجمه بشكل جاي بتتلعب الكره انت بترجع تضغط تاني يعني ايوه الميزه هنا ان انت جبت الكره تاني انك بسرعه انك عملت بالظبط الضغط يعني عملت بالظبط الضغط ما رجعتش يعني ضغطت في وقتها. اول ما الكره اتقطعت منك يعني بص الكره يا كابتن الكره اكرم في القلب خلاص كره مقطوعه تمام كره مقطوعه لعيبه الاتحاد مين بيضغط هنا اهو تمام ضغط ورجع بص ثلاثه في القلب رجع التاني ثلاثه في التحول بقى هو ده هي دي هو ده الجول التحول السريع الرؤيه الفيجن اللي انت بتفتقده في اوقات كتيره شافها اكرم توفيق الحقيقه وعشان دي ممكن نديله عليها القطع والباص دي نديله عليها مان اوف ذا ماتش القطع والباصه دي عشان دي فاهم قصدي يعني قطع كويس قوي حسين الشحات صرف كويس قطع كويس قوي ما خد بالك قطع كويس قوي بس خد بالك هي فيها لك شويه لانها خبطت في المدافع فعاليا فراحت لكهربا يعني لو اتلعبت على طول ممكن ما كانتش تروح لكهربا بص يا كابتن الخبطه اللي في ظهر اللعيب تمام علتها بس هو عدى كويس قوي هو عدى كويس قوي ماشي عدى من خمسه بص يا كابتن شايف يعني الخبطه اللي في ظهر اللعيب لكن انا بكلمك على التحول بتاع اكرم توفيق ان الرؤيه بتاعته السرعه في الباص كمان يعني اكرم لو سنه كمان زياده يعني لو كان قفل كان سنتر باك قفل على حسين الشحات وتروح في حته ثانيه لكن هي القطعه وبسرعه انك تباصي الكوره في رجله كمان مش بعيده تمام هي دي اعتقد ان هي دي الجول. طبعا حسين لعيب عنده مهاره جيده قدر يعدي بشكل كويس عمل الكروس بشكل جيد سيف اتقان طبعا عمل الكروس بشكل جيد مش من كريم يعني هي دي يا كابتن بص الرجوع بقى بسرعه يعني امام عاشور بيرجع ومروان بص القطعه بص يا كابتن واحده الثانيه على طول صح اي تاخير مفيش جول ايوه اي تاخير ايوه فاهم عشان كده بقول لك لما بتلاعب فرقه اقل منك التحولات بتاعتك بتبقى في منتهى الخطوره مهمه جدا 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 لان هو ده التوقيت اللي هتلاقي فيه مساحه الاهلي كم مره يلاقي المساحه مش هتلاقي ولا مره مش هتلاقي او عدد مرات قليله هتلاقي فيه مساحه النهارده لما قطعت الكوره وضغطت في نص ملعب وقطعت الكوره بالشكل الجيد ده واحده الثانيه خلاص راحت حسين الشحات بيتعامل واحد على واحد انت عايز توصل في النهايه خد بالك يا كابتن انت اوقات كتير جدا بتبقى عايز توصل في النهايه ان اللعيبه المهاريه بتاعتك يبقى واحد ضد واحد تمام انت حتى كلاعب انا كمان كلاعب زميلي في الملعب ببقى عايز احط للعيب اللي عنده مهاره عندي ادي له كره في رجله عشان يروح حد واحد فاهم لان الجيم مقفول عدد اللعيبه بتاعت الاتحاد السكندري
كتير، اربعه وقدامهم ثلاثه في المهاره الفرديه تصنع المهاره الفرديه تصنع الفرق لو لقيت مساحه بالزبط. وزمن بالزبط. فهنا حسين الشحات لقى المساحه والزمن، رقص ترقيصه جيده جدا، عمل كروس رائع جدا، راحت لكهرباء وفق في الكوره يعني سهله، يعني هدف يعني مفيش اسهل من كده يعني. ولكن ده اللي عايز اقوله يا كابتن ايمن، ساعات انت مش بس بتلعب على البيلد اب بتاع الهجمه، لا انت ساعات بتلعب على الكاونتر اتاك، ومهم جدا يبقى عندك البلان ده، خد بالك، لان هتلاقيه في ماتشات كتيره جدا ان انت مقفول 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 مقفول، فالفرقه الثانيه لما تيجي تتحول هو ده التوقيت الخطر بالنسبه لك انك تسجل فيه اهداف، لو انت لعبتها صح، لو انت اشتغلت على الكاونتر اتاك بشكل كويس. تمام، لان في ناس تقول لك طب انت النهارده هتلاقي فرص ازاي؟ لا، هي دي الفرص، هي دي الفرص الحقيقيه، خد بالك انك وانت يعني والفرقه الثانيه بتهاجمك هيبقى عندك مساحه تشتغل فيها انك تقطع. عشان كده انا دايما اقول ايه، واحنا يعني وانت بتلعب ساعات كده، وانت بتلعب بلاي ستيشن يا كابتن معلش يعني بتحط الثلاثه قدام ما يرجعوش، في كده اوبشن كده في انك الثلاثه قدام ما يرجعوش حقيقي. عارف ده مش عشان حاجه، ده عشان لما تدي فرصه لما الفرقه الثانيه تضغط عليك تعمل انت الكاونتر اتاك، تبقى انت افضل واحسن، مهاراتك اعلى، امكانياتك اقوى، انت ممكن تكون اسرع، انت مهاراتك على الجول افضل، انت عايز تستغل الحته دي. طول ما في زحمه انت بتستغل الهجمه المرتده السريعه بالنسبه لك. على فكره الاهلي عملها مرتين ثلاثه، وكان ممكن يسجل في الماتش ده هدفين ثلاثه بالكاونتر اتاك اللي عملناه ده، بالكاونتر اتاك. هي دي صوره جابها لنا الاعداد والاخراج من طريقه لعب نادي الاتحاد الشوط الاول، 3-2 بالظبط، 5-3-2 او 1-1 مظبوط، 5-3-2 مظبوط، مقفول، مقفوله، جيم مقفول، مفيش مساحات، جيم مقفول، جيم مقفول. ما انا بقول لك انت بتلاعب فرقه، هو عمل ايه؟ هو المره دي، بس المره دي عمل حاجه مختلفه عن المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كان بيلعب بخمسه برضه على فكره، مظبوط، بس كان بيلعب بخمسه 4-1 تمام. المره دي حط اتنين قدام عشان الكرات الطوليه يبقى دايما عنده واحد موجود في 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 في, في, في الاتجاه، يعني ناحيه اليمين تلاقي الفيرود بيجري بيتحرك زي ما انت شايف كده، الفيرود بيتحرك، التاني بيقابل النص شويه، ممكن يبقى عنده فرصه انه يشتغل مع السرعات اللي موجوده عنده، انه يشتغل وياخد الكره ويروح بيها. الكلام ده ما حصلش. هو الاتحاد ابتدى يدخل في مش يدخل في الجيم، ابتدى يلاقي فرص لما انت ايه هديت الجيم شويه، تمام، لما سجلت الهدف ابتدى يشتغل من عند كريم الديب من ناحيه الشمال، والشوط الثاني ظهرت مساحات في نص الملعب، ظهرت مساحات لانك انت يعني انت جبت سجلت الهدف، عملت المطلوب، ايوه تمام، فابتديت تعمل يعني تقتل الجيم، تباصي، تلعب كوره، تعمل استحواذ، ممكن يكون استحواذ سلبي، هو ده اللي اداله جرأه شويه، خد بالك، بس خد بالك حتى الجرأه اللي كانت عنده لو تشوف كل الكرات العرضيه الخطر مش هتلاقي غير لعيب واحد بس في ال 18. صحيح. طيب نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل زميلنا العزيز محمد الباز المحلل الرقمي علشان يحللنا ارقام مباراه اليوم، ارجوكم انتظروا. المباراه زي ما اتكلمنا هتكون هي طبعا الاهم. نستعرض مع حضراتكم يعني الارقام بتاعه المباراه النهارده، الاهلي والاتحاد الشوط ده اجمالي الشوطين، فوز طبعا مهم جدا 1-0، ثلاث نقاط مهمين، استحواذ 70% للاهلي مقابل 30% للاتحاد السكندري. عايز اقول لحضرتك ان الشوط الاولاني كان الاستحواذ طبعا وصل ل 72 و73 مقابل 28 و27. التسديدات بقى هنا انا عايز اقول لحضرتك ان التسديدات في الشوط الاول فقط للنادي الاهلي كان 7، منهم 3 اون تارجت. الاتحاد السكندري كان عندهم تسديدتين بقى فقط يا كابتن في الشوط الاولاني. الشوط الثاني اختلف شويه، بدا ان هو الاتحاد يعني يخش في الجيم في بعض الهجمات، ولكن التسديدات بتاعته الثمانيه دول ما كانش فيهم اي خطوره، لان في واحده فقط على اون تارجت وما كانتش فيها اي خطوره ولا شكلت اي خطوره على مرمى النادي الاهلي. التسديدات بقى من داخل منطقه الجزاء، النادي الاهلي النهارده الاجمالي كان فيه 7 مقابل 5، والخمسه اللي احنا شفناهم زي ما قلنا حضرتك برده ما كانش فيهم اي خطوره خالص للاتحاد. من ناحيه التسديدات من خارج منطقه الجزاء 3 للاهلي مقابل 3 اتحاد سكندري. الفرص الكبيره المحققه النهارده كان النادي الاهلي ليه الافضليه، 3 فرص يعني كان ممكن ينتهوا باهداف ونحرز فيهم سكور كبير، لان الاكس جي عند الاهلي النهارده وصل يعني 3.80 يا كابتن، كان ممكن ان احنا نعزز يعني الاهداف النهارده. التمريرات الصحيحه، تخيل يا كابتن ان احنا تخطينا ال 600 تمريره النهارده، منهم طبعا 542 تمريره صحيحه النهارده النادي الاهلي، لان الاستحواذ وصل طبعا زي ما بنقول ل 72-73%، فكان عندنا تمريرات بشكل كبير جدا صحيحه. حتى هنتكلم بقى على التمريرات الكاسره للخطوط اللي هي في الثلث الاخير،
حتى التمريرات اللي داخل منطقه الجزاء. انا عايز اقول لحضرتك اتحاد سكندري 187 تمريره، الشوط الاولاني بس كان عنده 65 تمريره، يعني ما كانش فيه اي استحواذ للكره ولا حتى كانت لمسات او تمريرات يعني شفناها بشكل كبير. التمريرات بقى في داخل منطقه الجزاء ال14 اللي هم حصل منهم الثمان تسديدات للاتحاد السكندري اللي هم بلا خطوره، الاهلي 24. بالنسبه للتمريرات بقى اللي في الثلث الاخير يا كابتن، احنا بنتكلم من ال542 161 تمريره كانوا كاسره الخطوط، وكانت في الثلث الاخير يعني في طبعا الثلث الدفاعي عند الاتحاد منهم 113 بشكل صحيح بدقه 70%. شفنا اختراقات كتيره جدا في الشوط الاولاني كانت من على الاطراف، ولكن ما كانتش بتكمل يعني بشكل كبير زي ما حضراتكم وصفتوا بالتحليل الفني. كنا حابين او الافضل نلجا اكتر للاختراقات من العمق بشكل افضل. الناحيه الثانيه الاتحاد السكندري كل التمريرات اللي عملها في الثلث الاخير في النادي للنادي الاهلي كانت 62 تمريره منهم 32 بس بشكل صحيح بدقه 52%. يعني الناحيه الهجوميه النهارده عند الاتحاد كانت ضعيفه جدا حتى من ناحيه التمريرات في الثلث الاخير. عرضيات النهارده الاهلي عمل 16 عرضيه، تخيل يعني منهم بس 2 بشكل صحيح، لان احنا ما شفناش الدقه العرضيه بتاعت الهدف، وواحده ثانيه برده كهربا ما تعملش معاها بشكل المناسب. الناحيه الثانيه الاتحاد السكندري ما كانش عنده اي عرضيات بشكل كبير، هم 7 عرضيات طوال المباراه، 3 بشكل صحيح بدقه 43%. اما الركنيات النهارده 8 ركنيات للاهلي يا كابتن مقابل ركنيه واحده للاتحاد في ال 90 دقيقه. تصديات حراس المرمى 3 شالهم طبعا حارس الاتحاد السكندري المهدي سليمان، الواحده بس على المرمى الشناوي اللي شفناها. كسب الكره واسترجاع الكره كانت طبعا الاثنين مقاربين، وده الرقم اللي اتكلمنا مع حضرتك كابتن ايمن قبل المباراه، ان الاتحاد رغم ان هو عنده مشاكل دفاعيه ورغم طبعا التنظيم الدفاعي الكبير والفلسفه الدفاعيه لكابتن طارق، ولكن عند استرجاع الكوره كانت عاليه. يعني ده من النقاط الايجابيه اللي شفناها حتى في المشوار الدوري حتى الان عند الاتحاد، يعني مقارب للنادي الاهلي. بس احنا اتكلمنا في نقطه مهمه جدا، خسرت الكوره فيما بعد بالظبط، فيما بعد بالظبط، وده اللي جه منه الهدف مظبوط، وده اللي شفناه على طول بالظبط. طبعا الكاونتر بريسنج عند الاهلي دايما عالي، وحضراتكم دايما بنوصفه حتى بالارقام، بتقول لنا الاهلي على طول في حاله فقد الكره بيقدر ان هو يسترجع الكره بسرعه جدا. الاتحاد بيسترجع الكره وبيفقدها بسرعه جدا بالزبط. فبالتالي التفوق بقى بالثنائيات يا كابتن النهارده كان رقم كبير عند النادي الاهلي من ناحيه الدقه، من ناحيه ان انت تكسب 32 يعني التحام ثنائي النهارده، ثنائيات كتير النهارده بالجمله، وكان ليها يعني رامي النهارده ومحمد عبد المنعم بصراحه كان ليهم دور كبير جدا، ثنائياتي طبعا اكرم، وهنتكلم بالارقام الانديفيدوال عند بعض اللعيبه. الناحيه الثانيه عند الاتحاد 47% فقط، هم كسبوا 28 من اجمالي 60، اما النادي الاهلي طبعا كان التفوق هنا من التفوق بالثنائيات. يعني ده بالشكل الهجومي والشكل الدفاعي عند الفرقتين. النهارده بقى بنتكلم على محمد عبد المنعم، اكرم خد رجل المباراه، ولكن عايزين ندي بقى محمد عبد المنعم لان افضل ارقام وافضل سكور كان محمد عبد المنعم ثم رامي ثم اكرم. يعني من الناس اللي هي اللعيبه اللي لها دور كبير جدا النهارده في امتصاص، طبعا حضراتكم وصفته وكانوا بيمتصوا كل الهجمات اللي هي لا تشكل خطوره بشكل كبير، ولكن دايما كانوا متواجدين. شفنا النهارده عبد المنعم لمس الكره 96 مره، عمل تمريرات بقى النهارده يعني 88 الدقه منهم 81، يعني عمل 7 تمريرات بس بشكل يعني غير صحيح، يعني فده نسبه كبيره جدا 92% دقه التمريرات عنده. عمل شارك في اللونج بولز النهارده 13 واحده منهم 11 بشكل صحيح يا كابتن، كسب الثنائيات كلها، كل الثنائيات النهارده اللي اتلعبت على محمد عبد المنعم كسب. يعني محمد عبد المنعم تقريبا في اخر 7 مباريات ما فيش حد كان بيراوغه، يعني كسب كل الثنائيات. الناحيه الثانيه الالتحامات الهوائيه برضو عنده يعني 4 التحم فيهم، كسب منهم 2، فارقام كلها ايجابيه خاصه من الناحيه الدفاعيه اللي احنا اللي لعب دور كبير جدا محمد عبد المنعم ورامي ربيع. بما ان طبعا اكرم النهارده رجل المباراه فحابين نستعرض ارقامه. اكرم كان عنده تبريره مفتاحيه بالمناسبه، والهدف الملغي كان عنده، لمس الكره النهارده 79 مره، تمريراته 63 56 منهم بشكل صحيح بدقه 89%، تمريراته الطوليه 4 منهم واحده بس صحيحه. كسب الثنائيات النهارده يا كابتن مش ده الرقم متعودين عند اكرم، لكن ان هو يلتحم في 11 مره ويكسب منهم 4 ده رقم يعني متوسط صحيح او جيد. بس عايزين ننبه لحاجه، يعني ان معدلات الجري عند لعيب خط الوسط زي اكرم توفيق اكبر من معدلات الجري من لعيبه قلب الدفاع زي منعم ورامي ربيعه بالرغم من ادائهم المميز.
صحيح. لا معدات الجري دايما اكرم هتلاقيه هو الاكتر يعني. فلا كلام طبعا صحيح 100%، لان لاعب سته هو بوكس تو بوكس او حتى بالزبط. 8، فتلاقي المركزين دول اكتر ناس في معدلات الجري بكل تاكيد يعني. عبد المنعم او قلوب الدفاع حتى الاظهره على حسب بقى طريقه اللعب يعني، في فول باكس فتلاقيهم بيجروا كتير، اما في لعيبه بتبقى في اشتباك تحفز على حسب طريقه اللعب وتعليمات المدرب. دي بالنسبه لارقام النهارده وارقام افضل لاعبين النهارده. كنا بس بنقول قبل المباراه كابتن في حاجتين، الحاجه الاولى ان ملاحظ في ارقام الفرق في الدوري المصري حتى الان في تناقض كبير جدا، في فرق يعني في الترتيب في التوب 5 والتوب 7 مثلا ولكن بالماينس في الاهداف واستقبال الاهداف. معدلات التهديفيه عند الفرق الدوري ومعدلات استقبال الاهداف سيء جدا، وده بيتعكس بالارقام. تخيل احنا عندنا 18 فريق يا كابتن شريف، 18 فريق عندنا 19 فرق بالماينس، يعني بلديه المحله معدل التهديف عندها واحراز الاهداف واستقبالها للاهداف وصلها للشكل دوت معانا النهارده يعني بعد 24 و25 لقاء او مباراه لمعظم الفرق دي يا كابتن، ماينس 22 عند البلديه، الداخليه ماينس 18، المقاولين العرب ماينس 15، فاركو نفس الكلام ماينس 11، الجونه ماينس 9، البنك الاهلي ماينس 6. كويس، انت بتتكلم كمان عن ايه؟ اللي نكمل اهو، الاسماعيلي ماينس 4، الاتحاد السكندري، احنا بنتكلم على فرق من تحت، كويس؟ حتى انما كمان فوق. في فرق من فوق طبعا. نفس النظام. صحيح، الاتحاد. الاتحاد السكندري. الاتحاد نفسه ماينس 4. ماينس 5. طلع الجيش. 20 20 زيرو. عشان كده زيرو، فهي مش في الماينس. بالظبط. ولكن النسبة كبيرة يا كابتن، انا بتكلم في نسبة 50 55% من فرق الدوري بالشكل اللي هو فيه ماينس، ده معدل استقبال يعني حتى الناحية الدفاعية والناحية الهجومية فيهم مشاكل واضحة. ده يعني ايه؟ ده يعني ان احنا لا احنا عندنا مستوى الدوري او مستوى حتى الكرة بشكل عام فيه لا علامات استفهام. يعني حتى لو بصينا على مين هدافين الدوري من النسب التهديفية، سيراميكا اللي بنقول ان هي 38 هدف، حسام اشرف من البلدية، حسام عنده خمس اهداف او خمس اهداف ضربات جزاء، بنتكلم بعد كده هتلاقي مبلولو، هتلاقي لاعب اللي اسمه انور اللي هو مهاجم البنك الاهلي، حتى بواتينج اللي هو اللعيب النهارده ستة. بتاع الاتحاد جاب ست اهداف مثلا، هتلاقي الترتيب نفسه في تشكيل يعني مختلف ومعظمهم لعيبه اجانب، وحتى المعدل التهديفي من 24 25 مباراه مش النسبه الاعلى ولكن متوسط. ممكن تكون جيده. الدوري كله كام دلوقتي؟ ولا اعداد الاهداف؟ يعني اعداد الاهداف ونقسمهم على المباريات هيديك المعدل التهديف، يعني هل في المباراه 2.1 او 1 متوسط؟ قصدي متوسط. متوسطات يعني بتختلف طبعا، لو احنا بنشوف اجمالي هنظلم فرق كتيره. لان مثلا يعني احنا دايما لما نيجي نقيم مثلا دوري في حته هجوميه او دفاعي او متوسط، يعني مثلا الدوري الايطالي كان طول عمره تبص تلاقي نسبه التهديف فيه حوالي مثلا واحد من يعني في المباراه الواحده ممكن جول. تمام، بالنسبه والتناسب. صحيح. يجي الدوري الاسباني بيبقى حوالي 2 مختلف. يجي طبعا. الالماني بقى عشان في اهداف كتير بيبقى من 4 ل 5. عم بتكلم مثلا على الدوري الانجليزي هتلاقي كابتن خمس فرق بس هم عاملين معدل عالي. لا انا مش بتكلم على لو قسمتها على مجموع، بتكلم على مجموع الدوري كله. وكل ما بيكون في ديربي ما بين الفرق كتير بيبقى في الدوري الاجوان بتقل على فكره. صحيح. كل ما بيكون في فروقات كبيره قوي ما بين الانديه كل ما الاجوان بتزيد. يعني انت لما بتصارع مثلا 8 فرق بيصارعوا على الهبوط هيبقى عندك كم اهداف اكتر، لان الفرق اللي فوق بتجيب اهداف كتيره قوي. انت فاهمني؟ فان هي دي النسبه اللي تقدر تتكلم عليها وتوصل لان الدوري بتاعك هل دوري هجومي؟ هل دوري في حته التحفظ؟ هل يعني النهارده مثلا الاتحاد كم هدف عليه؟ ماينس 5. بص ال 33 ماينس 5 يعني اللي دخل 33 هدف وجاب 28 هو رقم كام؟ السادس كان قبل المباراه. السادس قبل المباراه دلوقتي وصل. انت بتتكلم على السادس داخل فيه 34 هدف، وبتتكلم على الاول مثلا داخل فيه حوالي 17 ولا 17 هدف. ايوه 17 نفس الكلام. يعني بصينا على سيراميكا اللي هي جابت 38 14 هدف بيراميدز اقوى خط دفاع. سيراميكا مثلا هي جابت 38 هدف بس داخل عليها 29 مزبوط. هدف
فهي بلس 9. طيب ده المصري جايب اربعه، المصري الثاني داخل فيه 32 بالظبط. 32 هدف في الثاني. بالظبط. بس عشان المباريات مؤجله. ما احنا لسه هنتكلم على الجدول، هتلاقي ارقام غريبه جدا. ما هو ده احنا بنتكلم عليها كابتن عادل، هتلاقي دايما تفاوت ما بين الفرق. لو انا قسمتها بشكل عام فحظلم فرق، لان في فرق بتلعب كره هجوميه وعندها معدلات تهديف، يعني معدل التهديف عند النادي الاهلي 2.3، معدل التهديف عند سيراميكا 1.5. اه بالنسبه لعدد المباريات، حتى عدد المباريات وعدد الاهداف المسجله، حتى بيراميدز المتصدر، يعني انت بتتكلم بيراميدز هو 1.7، يعني الاهلي افضل معدل تهديف. احنا دلوقتي بقينا قده في التهديف بتيال، عدينا لا عديناه، احنا بقينا زي سيراميكا كليوباترا وما لعبتش سبع مباريات قبل. مظبوط، انت فاهمني، او ستة دلوقتي. فعشان كده دايما المتوسط بالمباراه هو اللي بيوريك الشكل الهجومي للفريق عامل ازاي. بالظبط، معدلات التسديدات والمحاولات والفرص للاهلي هو الافضل من اقل عدد مباريات اتلعبت حتى الان. صحيح، وحتى في الناحيه الدفاعيه. اه طبعا احنا مش راضيين على الناحيه الدفاعيه، لان احنا يعني 17 هدف في ال 17، ورغم ان انت ما لعبتش ست ماتشات. يعني من الناحيه الثانيه العكس، اللي هي الدفاع انت اقل كتير قوي من السنه اللي فاتت. مظبوط، ده بشكل عام، ولكن الارقام زي ما بنقول في تناقض كبير. اخيرا احنا بنتكلم، حضراتكم وصفت ان، وكنا قبل المباراه كابتن ايمن لو تفتكر، ان دايما الاتحاد عنده مشكله طبعا في الاختراقات من العمق. دايما شفنا في الثلاث ماتشات الاخيره، حتى ماتش الزمالك، ماتش السموحه، دايما كل الاهداف اللي دخلت فيهم بالشكل دوت. النهارده كان الاطراف مقفلينها كويس جدا علينا، حتى حضراتكم يعني طلبتوا ان يبقى فيه اختراقات من العمق بشكل كبير. دي كان لعبه لو جبها من اولها، لما بدانا نلعب الكوره اللونج بول في العمق هنا بتشكل خطور. دي واحده منهم عليهم. بدأنا نتحرك، التحرك طبعا، التحرك طبعا، ودايما خلي بالك بيبقى في عدم تفاهم بين المهدي سليمان وقلبي الدفاع اللي قدام، ودايما في مساحات ما بين الاظهره عندهم والمساكين وقلبي الدفاع فدي واحده من الهجمات اللي بدات بقى الاهلي لما بدا يلعبها شكلت خطوره. ده طبعا خلت كهربا في انفراد بمواجهه المرمى. لو هنكمل في فرص كتيره جدا اتلعبت نفس الشكل. بص يا كابتن، نفس الكلام هنا دي، نفس الكلام في العمق برضو. يعني انت بتتكلم كل الاطراف، وكابتن بلال اتكلم على الموضوع، اللعب البنتريشن نعتمد او نكتره في العمق. صحيح، فهنا بعد الخطيب جاب جون زي ما بعد الحالات يا كابتن شريف. بص الكره، لا ممكن تجيب الكره اللي فاتت، لا الكره دي، ايوه دي الكره دي اتلعبت قبل كده للكابتن محمود الخطيب، عملها بوش رجله من فوق حارس المرمى. بالظبط، كوتوكو في ماتش كوتوكو. صحيح، مصطفى عبده يا ريت. كابتن مصطفى عبده هو اللي عملها له ماتش كوتوكو. لا لو جبتها بالظبط يا ريت. هتبقى هتلاقيها شبهها بنسبه كبيره جدا 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 لو موجوده معانا. يعني لا هي مش شبهها، هي كان الجون الاولاني كوبي بيست. صحيح، كوبي بيست. فاحنا احنا بنتكلم ان احنا هي دي بس اللي انا يعني حبيت اختم بيه بعد الارقام. الارقام كانت بتدلل فعلا يا كابتن بلال ان الاتحاد بيخسر كوره كتير، وتقدر تضربه في العمق بالاختراقات في العمق، سواء كان بلونج بولز بالشكل ده او كرات على الارض. بص يا باز، اهم يعني اهم حاجه او اقل حاجه عند الاتحاد عارف ايه هي؟ عشان كده بيدخل فيه اهداف كتير قوي، انه ما بيحتفظش بالكوره في الجزء الامامي. صحيح، هو بيسترجع كوره بسرعه، بول ريكفري، وبيخسرها، بتقطع منه بسرعه، بيخسرها بسرعه. لا وكمان اللي هو ايه، التلت الامامي، انه دفاعه، حتى لما قلت المهدي سليمان مش متفاهم مع المدافعين، لا هم مجاهدين طول الوقت، كل الوقت الكره تجيلهم يلعبوها على قدام، تترد عليهم هجمه، يدافعوا كويس ويجروا ويتعبوا، وبعدين يودوها ما بيقفوش. لا بس انا متابعهم، انا متابعهم على طول، المشكله دي موجوده على طول. ايوه يا كابتن، ما بياخدوش نفس، لان الكره بتتلعب قدام، ما بيحتفظوش بيها. انت لما بتحتفظ بالكره في الجزء الامامي، اللي بيحصل نص الملعب والمدافعين عندك وحارس المرمى بياخد نفسه وبيقف وبيحضر نفسه وبيقف الوقفه الصحيحه بتاعته. لكن كر وفر، كر وفر، حتى كانت بتتقال الدق الكتير بيفك اللحام، وهو بيتفك على طول. فرقه الاتحاد بيدخل فيها اهداف كتير جدا من الموضوع ده. اخر رقم بيدلل على كلام كابتن عادل، هو ان عدد التمريرات عندهم هم اقل فرق في التمريرات، حتى في التمريرات في الثلث الاخير بيوصلوا 60 تمريره فقط. يعني اجمالي في ال 24 او 25 مباراه كابتن عادل كمتوسط 256 تمريره صحيحه. تخيل يعني الدقه بتاعتهم بتصل ل 71%. فبالتالي زي ما حضرتك بتقول بالظبط، هم على طول كره، فبيخسروا الكره بسرعه والتمريرات عندهم ترجع عليهم جد. مظبوط، ده بشكل عام مبروك مره ثانيه،
ويعني لنا نشوف بقى اللقاءات الجايه كل ماتش ان شاء الله. احنا بناخد ماتش بماتش دلوقتي خلاص بالظبط ان شاء الله. شكرا جزيلا بزل شرفتنا. شكرا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين سريعا، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا يا كابتن، مبروك للنادي الاهلي. تحياتي لك يا كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي وكابتن علي عبد الرحمن وكابتن بلال. اهلا وسهلا مبروك للنادي الاهلي كابتن ايمن، وهارد لك لنادي الاتحاد السكندري. طاقم التحكيم كابتن ايمن النهارده كابتن اسامه، بنتكلم على طارق مجدي حكم المباراه، وبنتكلم على احمد توفيق طيب المساعد الاول، والمساعد الثاني كان مصطفى حسن متميز، وكان وائل فرحان على حكم رابع، والفار كان محمد عادل الحكم الدولي ومعاه شريف عبد الله. كابتن اسامه، التحكيم سهل مش صعب في ظل وجود تقنيه الفار؟ التحكيم سهل، وفي حكم كابتن شريف لما الامور بتبقى صعبه هو بيسهل على نفسه، وفي حكم لما تكون الامور سهله بيصعبها على نفسه. التحكيم سهل مفيش مشاكل. طارق مجدي النهارده محدش حس بيه بامانه، على الرغم لغى هدف من الاهلي مفيش اعتراض ولا من اللاعبين ولا من الجهاز الفني ولا حد خالص، حتى لو هو رايح لتقنيه الفار محدش راح ولا حد قال له انت رايح فين. خلينا نشوف الحالات ونشوف نقيم كابتن ايمن اداء طارق مجدي بطاقم التحكيم واداء حكام الفار بمحمد عادل. الحاله اللي جايه نشوف هنا هدف اكرم توفيق تقريبا في الدقيقه 58. شوف هنا هرجع تاني، بس سامحني هرجع لطارق مجدي، هرجع لطارق تاني، هات لي اللعبه دي تاني معلش من فضلك، بس نقول طارق هنا بس هنا طارق يا كابتن، هنا كابتن شريف كابتن عادل كابتن بلال، شوف هنا كابتن اسامه، كان لابد ان هو ياخد زاويه زاويته مش مظبوط عشان يقدر يشوف الحدث، وده اللي احنا بنقوله للحكام في المناورات ديت ما تقفش كده، هنمشي شويه ونشوف. هنا في دخول من عمر كمال فوت اون فوت دهس، طبعا هو ما شافش والحمد لله ان في فار مشى اللعبه، هنا جه هدف، ولكن هنا بنشوف هنا في اللعبه المخالفه موجوده، نرجع تاني المخالفه نشوف لما الفار جابه محمد عادل صراحه جابه. اتكلم هنا بقى كابتن ايمن في حاجه مهمه جدا يا كابتن شريف، انا النهارده الفار لما بيجيب الحكم لو الحاله مش واضحه يا كابتن اسامه ما بيجيبش الحكم، ما ينفعش اجيب حكم يا كابتن عادل في حاله انا مش واضحه للحكم، بجيب له افضل زاويه وافضل حاله. هو جاب له ايه هنا؟ جاب له هنا الدهس، الحاله واضحه خلاص، انت ريحت الحكم، وبالتالي هنا هو رجع وخد القرار الصحيح. عشان كده بقول ليه تدخل الفار، تدخل الفار هنا كان تدخل صحيح بان هو طبق البروتوكول في ان هو جاب حاله واضحه للحكم سهلت المهمه. نشوف هنا ما يميز الحاله كابتن شريف كابتن اسامه، وهو رايح للفار مفيش اعتراض، قناعات عند الكل مفيش اعتراض ولا من جهاز ولا من لاعبين ولا من اي حد خالص، وبالتالي هنا انا شايف ان هنا المخالفه موجوده على عمر كمال هنا بالدخول، وبالتالي هنا قرار صحيح من الحكم وقرار صحيح من الفار. الحاله بعد كده هنا على طول هو مورو هنا 18، هنا احنا قلنا دي خلاص حفظنا، لما تبقى طالع بتعمل ارتقاء ما تستخدمش المرفق عشان هنا ممكن يا تاخد كارت احمر يا تاخد كارت اصفر. هنا بنشوف ان الراجل طالع وهنا الايد خلاص حفظنا، هنا طارق مني شوف هنا الكوع ما راحتش بقوه عشان بس في فرق ان انا اروح بقوه كابتن بلال وبالكوعي في الوش، وهنا دي كارت احمر. هنا بنقول ان اقصى درجات التهور والبطاقه الصفراء حاضره، وهنا على طول هو ما استناش واشهر بطاقه الصفر هنا في هذه الحاله يعني طبعا ما ترتقيش للحمراء. لا ليه يا كابتن؟ الحمراء بتيجي ايه؟ الكوع يا كابتن بلال بيجي من مسافه وبقوه بيروح في الوجه، ولكن هنا لما بشوف هو طلع وبعدين حط ايده وبعدين المرفق راح، فهنا في شويه القوه قلت، وبالتالي هنا الاصفر هنا كان الاصفر قرار صحيح من طارق، وبالتالي هنا بحيي طارق لان دي احيانا بتعدي على بعض الحكام كابتن عادل ما بيشارش فيها بطاقه كابتن شريف. الحاله اللي بعد كده بنشوف طارق النهارده كان ماشي كويس قوي تميز النهارده طارق سهل الحالات السهله. نشوف حاله مهمه قوي، انا بحبك يا طارق بس هنا في الحاله دي لابد انك انت تفتح سبرنت شويه، لازم طارق هنا هجيب الكره من اول خالص، احنا قلنا دايما يبقى عندك التوقع، لا خليني نجيبها من اول خالص، لا مش من هنا، نرجع بس للحاله اللي هي ايوه هنا، بس هنا كابتن بلال
بس نقف بعد اذنك. هنا الحكم لابد ان هو كابتن شريف يفتح سبرنت على اقصى درجه. ليه؟ دي هنا في حاجه، لو في مخالفه هنا للاعب النادي الاهلي هنا يبقى في ايه؟ احمر. برافو عليك. طب لو مفيش مخالفه وفي تمثيل يبقى في ايه؟ اصفر على المهاجم. خلاص كده انت حفظت يا بلال، الله ينور عليك. ما هو يا احمر الناحيه دي اصفر الناحيه الثانيه. بالظبط كده. انا هنا طارق انا انت خدت القرار باستمرار اللعب ومفيش مخالفه، ولكن لما نيجي نشوف اللعب ده كابتن هنا في الاصل نشوف هنا هل في مخالفه لكهربا، شوف القعده هنا ولا مفيش مخالفه. هو هنا طارق خد القرار مفيش مخالفه، شفناها من زاويه ثانيه وخلى اللعب يستمر. هنشوف الزاويه الثانيه هنا ونشوف نشوف هل في مخالفه ولا مفيش مخالفه. مهم جدا، معلش نشوف الزاويه الثانيه. كهربا رجله خبطت في كهربا عدى الخلفيه، عدى نشوف هنا عدى تمام خلاص، هنا رجل نزلت على الارض وكهربا عدى مفيش اي التحام ولا اي تلامس ولا اي بعد ما عدى راح واقع تلامس. خلي بالك هو محظوظ لان الحكم اللي قريب كان هيدي بطاقه هنا صفراء للتحايل. بس يا كابتن هو كابتن مش ممكن المهاجم يختل توازنه وما تبقاش ممكن بقى. ممكن كلام مهم قوي 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 كابتن اسامه. وهنا بنقول لحكامنا ايه؟ في فرق ما بين اللاعب يصنع التحايل وان اللاعب لما بينزل بيبقى في اختلال توازن بيحاول ان هو يقع عشان خاطر ايه؟ الاصابه. وبالتالي هو خد القرار الافضل صحيح ان هو خلى اللاعب يستمر، بس خد القرار الافضل ليه؟ لان هو بعيد. وبالتالي ما عملش نفسه مشكله، ولكن هنا الحاله مفيش مخالفه ولا في فرصه محققه لاحراز هدف. الحاله بعد كده نشوف هنا طبعا الدفع موجود وحاله احنا جايبينها عشان نقول ان هنا مفيش مخالفه ابدا. شوف هنا ايد الراجل تمام وايد، وبالتالي هنا هو احتسب المخالفه وسهل على نفسه الماموريه بدون دخول في تفاصيل. شوف هنا دخول، وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح للحكم باستمرار باحتساب المخالفه لصالح رامي ربيعه. الحاله اللي جايه وحاله عند تقريبا الحكم المساعد. شوف هنا اللاعب هنا امام عاشور، وبعدين يلا نمشي نشوف نمشي تمام. طارق ما طبعا ماشي طارق تمركز كويس جدا وجيد، وبالتالي هنا دي كرة الهدف. طولنا فيها شويه بس مش مشكله مش مشكله. انا جايب اللعبه دي لمين؟ عند الحكم المساعد هناك رقم 2 مصطفى حسن، عشان نقول ان الهدف هنا هدف سليم مفيش فيه اي مخالفه. كابتن ايمن هنا بقول طارق مجدي لو شفنا الحاله ثاني نرجع من اول ما تتلعب ليه. ايوه وهو راجع بقى. بص يا كابتن تمركز الحكم مساعد وهنا وهو هنا راجع الشحات عدى من موقفه تمام، وبالتالي هنا موقف سليم تماما تماما تماما، عدى وعمل عرضيه وحصل منها هدف لكهرباء، وبالتالي الهدف سليم. بقول النهارده طارق مجدي النهارده كابتن ايمن سهل على نفسه الماموريه، زي ما قلت لك انا قلت لك قبل المباراه ان هنا طارق هيعمل ماتش كويس. كمان محمد عادل كمان زي ما قلت مهم قوي الفار لما يجيب الحكم يجيبه في حاله واضحه، ما يجيبوش في حاله غامضه يعمل له مشكله طبعا. وكان النهارده المساعدين النهارده كان احمد توفيق طلب وصبا حسن وائل فرحان النهارده انضباط المنطقه الفنيه. صحيح. شفناش حد خرج على الحدود بالتوفيق التحكيم المصري. اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف هذا الاداء ان شاء الله الماتش الجاي. كابتن ايمن تاني مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للنادي الاتحاد. شكرا جزيلا.